اخذ اللقاح من كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، وباذن الله يعني هنحاول نفهم المزيد من الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزاره الصحه. برحب بحضرتك يا دكتور علاء، مساء الخير يا فندم. سيد نور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. خليني افهم بدايه يا دكتور علاء، ايه قصه الموجه الثالثه؟ يعني لما كان في موجه ثانيه كان بيتقلق ما فيش حاجه اسمها موجه ثانيه من كورونا، هو كورونا فيروس ومستمر، ايه قصه الموجه الثالثه؟ هو ما فيش موجه ثالثه، احنا في ازدياد دلوقتي، والزياده دي بصفه عامه يعني زياده في عدد الحالات على مستوى العديد من دول العالم. وصلت لاكثر من 40,000 حاله يوميا في البرازيل والولايات المتحده، وفي حوالي 20,000 حاله يوميا في دول اوروبا زي فرنسا وايطاليا وبولندا. منطقه شرق المتوسط تخطت الحالات 7,000 و8,000 حاله في الاردن وايران. في مصر عندنا الى حد ما مؤشرات، يعني انا اقدر اقول ما فيش زياده، ممكن نقول في تذبذب في بعض الارقام، يعني مثلا كانت عندنا في حدود 580 وصلت 600 640، يعني الزيادات بسيطه جدا. لكن القصه دي بتعود لايه؟ يعني ايه السبب؟ الزياده دي بتعود للتراخي في اتباع الاجراءات الاحترازيه، زي عدم الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي والمناسبات العائليه والاجتماعيه والرحلات للمدن السياحيه. احنا لسه داخلين على رمضان كمان يا دكتور علاء. ما انا بقول لحضرتك، يعني فهي زياده تحركات الناس في الفتره السابقه سواء لعوده قوه العمل بكاملها، كل دي بتاثر الحقيقه على الزياده في الحالات. المطلوب ايه في المرحله دي يا فندم؟ وزاره الصحه زي ما حضرتك تفضلتي واتكلمت عن التطعيمات، يبقى بدات بالفعل التطعيمات الفئات الاكثر خطوره زي الاطباء وكبار السن وذوي الامراض المزمنه من خلال التسجيل على الموقع الالكتروني لوزاره الصحه. برضه حملات، يعني محتاجين حملات توعيه للشعب على التطعيم واهميته والاجراءات الوقائيه. الناس خايفة يا دكتور علاء، وخاصة إن في كلام بره إن بعض الدول بعد ما كانت بدأت لقاحات معينة وقفت هذه اللقاحات بسبب بعض الأعراض الجانبية، يعني الناس يعني خايفة من مسألة اللقاحات، فإحنا عايزين نفهمهم أكتر مدى أمان هذا اللقاح. اللقاحات أمينة جدا، يعني اتكلموا على أسترازينيكا، عايز أقول لحضرتك إنه لقاح أسترازينيكا ده واحد من أهم لقاحات الكورونا المتواجدة على الساحة، وده نظرا لسعره المعقول وسهولة تصنيعه ونقله وتخزينه. وكالة الأدوية الأوروبية قالت إنه لا يوجد علاقة سببية بين تجلطات الدم اللي حصلت وبين اللقاح، وأوصت بالاستمرار في تلقي اللقاح، ومنظمة الصحة العالمية اتفقت معها في نفس الرأي، وكمان الجمعية الدولية لأمراض تجلط الدم، ودي مجموعة كبيرة من الأطباء المتخصصين في الشأن ده، خرجوا بنفس التوصية وقالوا إن الأعداد اللي تم التبليغ عنها حتى اليوم بتتماشى مع الاعداد الطبيعيه اللي بتظهر في غياب وجود اللقاح اصلا. عشان يعني اقرب لحضرتك الارقام شويه، تجلطات الاورده العميقه بتحصل بمعدل 1 في كل 1000 شخص كل سنه من غير لقاحات كورونا. الاتحاد الاوروبي وانجلترا اتوزع فيهم 20 مليون جرعه. لو افترضنا ان عندنا 20 مليون شخص، يبقى معدل توقع حدوث الجلطات 20,000 شخص تحت الظروف الطبيعية. يعني حتى الآن عدد الحالات اللي تم رصدها في أوروبا واللي عملت القلق ده كله ما تعدتش ال 25 حالة. وبالتالي أقدر أقول لحضرتك إنه ما فيش أي إثبات حتى الآن عن وجود علاج بين التطعيم ده أو غيره وتكون الجلطات. ده رقم واحد. رقم اثنين، النسب اللي تم تسجيلها مشابهة للنسب اللي موجودة في السكان، بل أقل بغض النظر عن إنهم أخذوا التطعيم ولا لأ. يبقى ما فيش أي وجه مقارنة بين ظهور أي آثار جانبية للتطعيم والفوائد العظيمة اللي بيحققها بتقليل نسب المرضى والوفيات. طيب أنا مبدئيا عايز أعرف من حضرتك، هل إحنا حاليا معتمدين نوع لقاح واحد ولا في أكتر من لقاح أو في لقاحات تانية في الطريق؟ لا، الحقيقة التنوع عندنا، إحنا طبعا ده شيء إيجابي جدا إن إحنا ننوع التطعيم، يكون في تعدد للمصادر في توريد اللقاح عشان نقدر نوفر احتياجاتنا على الرغم من عدم كفاية الإنتاج العالمي من اللقاح. والوزارة ومؤسسات الدولة بتعتبر ده أمر أمن قومي صحي، لأن زي ما حضرتك عارفة إن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة اللي جابت اللقاح بفضل توجهات القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة. فالتنوع في اللقاح ده مهم جدا عشان نقدر نكفي الشعب كله إن شاء الله. طيب هل في أي أعراض جديدة ظهرت خلال الفترة اللي فاتت فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا؟ لا لا خالص، تقصدي تحورات. تحورات، يعني البعض بيقول إن الفيروس بيحور نفسه زي الإنفلونزا الموسمية مثلا. لا يا فندم، يعني لم يتم رصد سلالات جديدة في مصر
حتى الآن بالنسبة للفيروس. الحمد لله. طيب.